بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرفنا على الوحدة الأولى، المجال التقنيات. اليوم درسنا بإذن الله استراتيجية الكتابة. ورشة عمل، أقرأ. عندما يكون الهدف تحليل الأسباب والنتائج المتعلقة بإحدى المواقف أو إحدى المشكلات الواردة في النص، نلجأ إلى نمط السبب والنتيجة، وذلك بالإجابة عن السؤالين: لماذا حدث ما حدث، سبب وما تأثير ما حدث فيها أو نتيجته. ويتبع الكاتب إحدى ثلاثة أساليب في هذا النمط: الأول، عرض النتيجة في المقدمة ثم الأسباب. الثاني، عرض الأسباب في المقدمة ثم النتائج. الثالث، يتم سرد الأسباب والنتائج حسب التسلسل الزمني أو حسب الأهمية. ومن الألفاظ الدالة في هذا النمط السبب الرئيسي الأساسي، وسبب آخر أو فوق ذلك وبالإضافة إلى ذلك، وفضلاً عن ذلك أيضاً، وكذلك وأخيراً، ونتيجة لذلك، وحينئذ، وتأثيره، آثاره، وإلى آخره. أتأمل الآن الصورتين ثم أذكر النتيجة التي يمكن أن تؤدي إليها هذه التقنية. أمامكم الآن صورتين، أريد النتيجة التي يمكن أن تؤدي هذه التقنية. ماذا تساعدنا هنا التقنية؟ تساعدنا على ماذا في الصورة الأولى؟ أحسنتم، الوصول لأكبر قدر من المعلومات في الوقت القصير لتوفير المصادر والمراجع. إذن التقنية مهمة في حياتنا وفي حياتنا اليومية أيضا. إذن لا نستغني عن التقنيات، وهو مهمة هنا في الصورة الأولى. هنا الحاسب، تعرفتم في مادة الحاسوب على أجزاء الحاسوب، وأيضا هنا في هذه الصورة الوصول لأكبر قدر من المعلومات في الوقت القصير لتوفير المصادر والمراجع. الصورة الثانية، الاكتشاف المبكر. هنا مهمة التقنية الاكتشاف المبكر مثل الأمراض التي تصيب الإنسان. إذن في الصورة الثانية مهمة التقنية الاكتشاف المبكر عن الأمراض التي قد يصيب بها الإنسان. ملاحظاتي، ماذا ألاحظ؟ ملاحظات توفر ماذا التقنية؟ أحسنتم، توفير الجهد والوقت للمريض والطبيب، سرعة الوصول للمعلومة الطبية ودقتها، تخفيف الألم للمرضى في أسرع وقت. أحسنتم. الآن السؤال الثاني، أربط بين كل سبب ونتيجة فيما يلي بمد خط بينهما. الآن أربطي بين السبب والنتيجة. هنا الأسباب، رؤية الأشياء ومعاينتها، تشخيص سريع، الخفة في الأداء، النتائج، تطوير جهاز رسام القلب، صناعة الدراجة الإلكترونية، اختراع وتلفاز. الآن السبب، رؤية الأشياء أو معينتها. أحسنتم، اختراع والتلفاز. تشخيص السريع. أحسنتم، النتيجة تطوير جهاز رسام القلب. الخطة في الأداء، النتيجة. أحسنتم، صناعة الدراجة الإلكترونية. ننتقل الآن للسؤال الآخر، أربعة، أحدد الأسباب المشكلة المعطاة ونتائجها مع ترتيبها حسب أهميتها، تواعيد كتابتها في فقرة متناسقة، وتوظيف كل ما تعلمته في الوحدة السابقة. الآن أمامنا سبب، خطر التلفاز على الصغار. ما الأسباب؟ لماذا خطر التلفاز على الصغار؟ لماذا؟ أحسنتم، مشاهدة ما لا يجوز شرعاً ويخالف عاداتنا وتقاليدنا أو ضاعة الوقت فيما لا يفيد. هذا يكون ماذا من أخطار التلفاز على الصغار؟ مشاهدة ما لا يجوز شرعاً ويخالف عاداتنا وتقاليدنا أو إضاعة الوقت فيما لا يفيد. أيضاً النتائج، النتيجة يصبح الأبناء أكثر تعلقاً به وتقليداً لمن فيه. خامساً، أكتب الفراغ التالي موضوعاً مترابطاً في حدود أربعة أسطر حول ماذا؟ دور التقنيات في حياته، مع توظيف كل ما تعلمته في الوحدة السابقة. الآن راح نكتب الفراغ موضوع مترابط. هيا يا رابع نكتب، عفوا ثاني نكتب، لقد دخلت التقنيات في كل شيء في حياتنا حتى أصبح الآن من الصعب الاستغناء عن هذه التقنيات. إذن نكتب، لكم الحرية في الكتابة. يا ثاني لكم الحرية أن تكتبي في الفراغ موضوع مترابط في حدود أربعة أسطر حول دور التقنيات في حياتنا مع توظيف كل ما تعلمتي في الوحدة السابقة. الإجابة ما هي؟ لقد دخلت التقنيات في كل شيء في حياتنا حتى أصبح الآن من الصعب الاستغناء عنها، عن هذه التقنيات. لكم الحرية
في اختيار الإجابة المناسبة.